التيار السلفي الوصول الآن يدعي إلى النخاء الديني أو النخاء المنهجي ده، فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الدين بهذه الأسلوب؟ أسلوب مثلا بقول لك الصوفية ده كفر وده الشرك ودي لا يجوز، هل كان الرسول عليه السلام يدعو إلى دينه بهذه الطريقة؟ نجد أن التيار السلفي نفسه يعاني من مشكلة كبيرة جدا. المشكلة شنو؟ لا يستطيع أن يميز بين ما هو منتوج أغلاني، يعني منتوج أغلاني من مقدرة الإنسان على إنتاجه، وبين ما هو يعني معتقد ديني، يعني حاجة ميتافيزيقا الذي يربط بين الإنسان وربه. مثلا الدين ده كهاجة يعني ينظم حركة حياة الإنسان، إنه بربط نفسه بالله. لكن المنتجات الأغلية الإنسانية بما فيها مثلا الميكروفون والكاميرا اللي حسنا تصور به ده، دي لا رسول صنعه ولا أبو هريرة صنعه، جاءت من نتيجة عملية التفكير الأغلاني للإنسان نفسه. دي واحد. الحاجة الثانية دائرة أتكلم أن لماذا موزم خطاباتكم موجه إلى التيار الصوفي؟ ليه البلد ده ما فيها حاجات كثيرة؟ تمام؟ دائرة أقول إن يعني فيها يعني ما عندهم مثلا يعني قبل شهرين ولا 6 شهور كان جيتوا هنا، في العنوان كان مكتوب يعني منهج النبوة ولا منهج الصحابة ولا حاجة كده، تجي تتكلموا هنا بتشتموا في الجماعات وتشتموا في الناس. انت بدل حتقوم تحدم الزول المنهرف ده، ما تبني له فكر تاني عشان يصلح، ليه الإصلاح، ليه الانهدام؟ دي الحاجة التانية دايرة أقولها، وما في حاجة تانية. يا أخي أنا فلودر لم يكن أندم لأي تنظيم ديني ولا سياسي. يا جماعة نحن في القرن 21، زول مثلا طلاب الجامعات بهذه الأغلية، أنا لا يمكن أن أنتمي إلى جماعة دينية كده ما أعرف الله أكبر ولا بس زي النازل أكتر لبسي لحد هنا عشان أمشي معهم. زول أغلاني يعني بيشتغل بماي ماين، مش ممكن أنتمي إلى جماعة ولا تنظيم ديني ولا سياسي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ قال هو ما ينتمي إلى تنظيم، لكن هو ينتمي إلى منهج شاء ذلك أم أبى من خلال الكلام. ونحن ما بهمنا يعني ما إلا تنتمي للجبهة الديمقراطية عديل كده أو تبقى شيوعي عديل، ده في النهاية ما بهمنا. نحن بهمنا إنه الإنسان ما يشيل أفكاره. يعني انت غطيت تقول الشيوعيين ده الكعبين وكذا، وانت ماشي بالمكنه حقتهم مقسمه فيك وانت ما شاعر، ودي الخطوره هنا، دي المشكله هنا. طيب، فاول حاجه قال التيار الاصولي، التسميات دي حقت زول منظم السمى الناس اللي بيدعوا للكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. اصوليين هم الناس المنظمين العلمانيين في العالم كله، مش في السودان براو، عرفتها؟ وهي ذات كلمه فيها استهزاء، لانه بيعنوا بكلمه اصولي هي الأصول اللي هي القرآن كأصل والسنة كأصل كمرجع، عرفتها؟ ونحن نفتخر ونعتز بذلك أننا نرجع إلى القرآن والسنة وأنهما الأصل الذي نرجع إليه ونحتكم إليه، بل ونعتقد أن الاحتكام إلى غير الكتاب والسنة كفر بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بعد ذاك الآية: بحسب حال الإنسان. قال بعد ذاك قال: هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الدين بهذا الأسلوب، يقول هذا شرك وهذه جماعة كذا وكذا وكذا؟ نعم، القرآن والسنة بيّنوا هذا شرك وهذا توحيد وهذا حرام وهذا حلال وهذه بدعة وهذه سنة وهذا طريق أهل الجنة وهذا طريق أهل النار. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن في ناس ما جازاته. ربنا قال في بداية الجزء الثاني: سيقول السفهاء من الناس. سيقول السين دي للاستقبال، يعني في المستقبل قدام، لسه ما قالوهم، هم ما قالوا. ربنا قال سيقول، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ربنا سماهم سفهاء، زي الجماعة اللصقوا البتاع البيجاي دي ويقفوا بيجاي وعملوا كابتن ماجد، ونحن دايرين ديل ذاتهم. أنا دايرك أنت مهما الودع عجباه وروحه وكده، نحن بنفتح لك الفرصة وتجي خاش هنا إن شاء الله، تجي تورينا كلامك القدو في الركن بتاع الأربع الفات. قال جابوا لهم واحد من سنار، أنا ما أعرف كان قاعدين يدوا قصب يعلف هناك ولا قاعد يسوي شنو،
قال جاي هنا قال هؤلاء ما عرف الجماعات وقال قال 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 مزمل فقير يا اخونا مزمل قال دار يقلب الناس كلهم وهابيه. ما اصله انت في زول بيدعو الناس عشان يقلبهم هنا برشلونه؟ ما اصله احنا دارين ندعوك تبقى وهابيه. وهابيه مش اتباع لمحمد بن عبد الوهاب، للمنهج محمد بن عبد الوهاب ما ابتدع منهجا جديدا، وانما دعا الناس الى التمسك بالقران والسنه بفهم الصحابه ما بفهمه. وهذه لها كتب محمد بن عبد الوهاب موجوده، كتاب التوحيد، الاصول الثلاثه، كشف الشبهات، مختصر السيره، مختصر زاد المعاد، وغيرها من المؤلفات الكثيره المباركه المملوءه بالقران واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومملوءه بكلام التابعين والائمه الاربعه والائمه المرضيين. فنحن دارين نجي نملي وينو مشيوع عندي؟ ما تجي تعال خش هنا ده ورينا الحاصل شنو؟ عرفته؟ فكون نجي نبين ونحذر الناس من الجماعات، النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس من الجماعات، حديث حذيفه قال في الصحيحين قال كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. يعني قال الصحابي بيجي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له وريني عمل اعمل واخش الجنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له مثلا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله مثلا، وغيرها من الادله الكثيره. قال لكن انا كنت بسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الامور الشر اللي بتودي الانسان النار عشان ابعد منه. فقال يا رسول الله، ده حذيفه رضي الله عنه، انا كنا في جاهليه وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هداي. إلى أن قال فما تأمرني؟ لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم بين له إنه الناس حيتفرقوا ويكونون جماعات. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ لو لقيت الناس جماعات ويتفرقوا أعمل شنو؟ قال أن تعتزل كل تلك أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. عرفت؟ فكون نبين للناس ده توحيد وده شرك، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه 10 أنفار، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، فيبايعون على الإسلام دارين يخشوا الدين، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 وأمسك عن 1 دار يخش الدين. النبي عليه الصلاة والسلام ما سلم عليه ولا بايعوه. قالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، ما هو السبب؟ قال إن عليه تميمة معلق حجاب. أها قام قال شنو؟ قال فأدخل الرجل يده فقطعه، قطع الحجاب، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من تعلق تميمة فقد أشرك. يبقى من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم إنه تقول للناس ده شرك وده توحيد وده سنة وده بدعة، واعملوا كده وما تعملوا كده، وده اللي فرقوا الأمة، ده اللي فرقوا الأمة. بعد ذلك قال نحن ما بنفرق بين المنتوج البشري والاعتقاد الديني. قال لك منو ما بنفرق؟ بنفرق إنه في حاجة ربنا سبحانه وتعالى أنزل وهي معصومة، وهو القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فده من الله. وفي المنتوج البشري اللي هو الأديان الثانية زي الشيوعية وزي غيرها من الأديان الباطلة. ويجوز في الدين أن تسمي المنهج الباطل ولو كان من منتوج البشر أن تسميه دينا. ربنا سبحانه وتعالى قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله تعالى لكم دينكم ولي شنو؟ ولي دين. فربنا سمى الشيء اللي كانوا عليه ناس أبو جهل وأبو لهب من المنتوج البشري سماه شنو؟ سماه دين. يبقى أنت لو عليك منهج يضاد الدين ويحل محله يبقى شنو؟ يبقى دين. طيب هل الشيوعية هي منتوج بشري زي صناعة الطائرات وزي الاستفادة من الأمور الدنيوية من التطور في الطب والهندسة والبنايات والإعمار ووسائل النقل الحديثة وغيرها والاتصالات التقدم فيها وهذه المجالات التطبيقية العملية، ولا هل هي تعارض الدين ودار تشيل الدين تجدعه بره هناك؟ المنتوج البشري ده من يا تنوع
بتاع الشيوعين ده من النوع الداري حرب الدين. وهم قالوا كده، الشيوعين قالوا في أكبر بيان للحزب الشيوعي في العالم، قالوا فالشيوعية تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الدين والأخلاق عوضا عن تجديدهما. يعني ما دارين دين. عشان كده لينين قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ قال الشيوعيين ما عندهم أخلاق ولا عندهم سلوك، ولا المفروض الشيوعيين يجوا يكتبوا لنا يعني ملصقات ويلصقوها لنا هنا، لأنهم ما عندهم أخلاق. أنت بتتكلم عن الظلم، الظلم ضد العدل، والعدل خلق قويم مفروض ما تتكلم عنه، لأنه المؤسس بتاعك لينين قال ما عندكم أخلاق، قليلين أدب بحسب كلام شيخكم، عرفتها؟ قال فالشيوعية تلغي الحقائق الأبدية. وهناك قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. بعدين الشيوعية بتتكلم عن القهر وعن الظلم وعن تجويع الناس وعن قضايا المهمشين. الشيوعية جات في العالم عن طريق الديمقراطية، وريني دولة شيوعية واحدة في العالم، سواء كان في السودان هل كانت كم يوم، أو كانت في اليمن، أو كانت في الصين، أو كانت في الاتحاد السوفيتي جات عبر صناديق الاقتراع. وهل الشيوعية تؤمن بالديمقراطية كوسيلة من الوسائل الباطلة؟ احنا عندنا باطلة، لكن بتؤمنوا بها انتم كشيوعين؟ الشيوعين عندهم حاجة اسمها ديكتاتورية البروتاريا، ناس المهمشين، قالوا ديل لابد ينقلبوا على الطبقة الأرستقراطية، ناس المقرشين، عرفتها؟ ناس عشان ما تجد في الكلام مصطلحات ما فهمها في أي حاجة. جيك واحد شيوعي وعجبته أكرعاته ودياته وداري يتجدع، يا بلد ما فيك إلا أنا، جاب لهم شيوعي من سنار هناك ما كان تدون تلفون نجيب، عرفتها؟ لكن هو الساكت، ونحن دارين الشيوعين ديل الليلة يجونا هنا يناقشونا، يا شيوعين ما عندكم موضوع، عرفتها؟ وحالة الشعب السوداني قدام المدفع تلقاني حكاية القرد شالت نبقة وجدعت نبقة وخلت نبقة، ها وين النبق بتاعكم؟ استفدنا شنو من الشيوعين؟ شيوعين في العالم عمل شنو غير المجاعات والتشريد والقتل؟ الشيوعية شردت لما مسكت الاتحاد السوفيتي، شردت الناس، كتلتهم، شردت، غشت المسلمين، قالت لهم نحن الشيوعية محايدة تجاه الأديان، نحن بعد نمسك ونزيل حكم القيصر كما قال لهم لينين ونتمكن، نحن بنقوم شنو؟ نحن بنقوم يعني نمكن للمسلمين. مما مسكوا عملوا في الدستور بتاعهم محاربة الدين، وأي زول يدعو بدعاية دينية ده طوالي مطلوب للشيوعين، عرفتها؟ كلام ده عمله ستالين في الدستور بتاعه، فهمت؟ فده المنهج الشيوعي، منهج باطل، منهج ينكر وجود الخالق. عندهم كادر زمان في جامعة أم درمان الأهلية اسمه عصمة الدسيس، بيقول أنا لا أستطيع أن أجزم أن الله موجود أو غير موجود لأنني لا أملك أدوات إدراك الذات الإلهية. قال الله تجيبوا لي في معمل عشان أقدر أؤمن بالله. وصح ده لا يملك أدوات إدراك الذات الإلهية، لأنه من أدوات إدراك الذات الإلهية العقل الصحيح، لو عنده عقل كان آمن بوجود الله سبحانه وتعالى، لأن الكون كله يدعوك إلى الإيمان بالله. والمثل السوداني بيقول لك المب خاف الله خافه، المب خاف الله خافه. أنت أشيعي بتقول الله ما في ذاته، أشيعي بيقول الله ما في، ده حيسوي لنا جنوده، عرفتها؟ عشان كده بيجوا للناس، ما بيجوا للناس بمنهجهم الحقيقي وشهم الكالح، وإنما يأتوا بالقضايا الخدمية والسياسية والدغدغة على العواطف. تعال وري الناس منهجك، انت ذاتك لو مسكت البلد دي حتبقى رماد وسجم، تعال ورينا حلك شنو. اطعنوا في الدين، شوف الناس المجرمين كيف. قال الهند لان فيها، قال لانه خلوا الدين بيقوا متقدمين. منو قال لك الهند خلوا الدين ذاته؟ شوف الشيوعي بتاع سنار البليد، فضحت سنار يا اخي الله يهديك، عرفته؟ منو قال لك خلوا الدين؟ الهنود عندهم اديان باطله، ناس منهم بيعبدوا الفيران، ناس منهم مسلمين، ناس منهم نصارى، ناس منهم يهود، عرفتها؟ ناس بيعبدوا أي حاجة بيعبدوا. 5000 ديانة موجودة في الهند، منو قال لك خلوا الدين الهنود؟ عرفتها؟ إلا أنهم تركوا الدين الحق الإسلام الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، عرفتها؟ فالشيوعين دول ما قدموا حاجة. بعدين أنت شيوعي عملت لنا شنو؟ ما مسكت البلد دي 3 يوم،
قلت الخرطوم ما مكة، يعني ما تصلي في السودان، تمشي تصلي في مكة. قالوا يجب أن تنقلب مآذن المساجد إلى مداخن مصانع، يعني بس ما فضل إلا المساجد عشان تعملوها مصانع تعمروا بها البلد، عشان تعرف الناس دي الناس ضد الدين. كادرهم شوقي تعريفه معهد المعلمين، وجابين معاه الليلة لو خشيت النت عاملين معاه لقاء شوقي تعريفه، اكتب لقاء مع شوقي تعريف. وجابوا حادثة المعلمين اللي هي جامعة الخرطوم كلية التربية قسم المعلمين في مدرمان. قالوا له بتحاوروا واحدة مذيعة، قالت له انت قلت كلمة لغاية ما سحبوا وطردوا نواب الشيوعيين من البرلمان. قال لماذا تلوموننا نحن الشيوعيون على الزنا؟ إن الزنا عادة اجتماعية مورست حتى في بيت النبي الكريم، ده المنتوج البشري حقهم، ده الشيوعيين في وجههم الكالح وممارساتهم السيئة، ناس ملحدين وناس مجرمين، وده السبب بتاع الضنك بتاع البلد دي، عرفتها؟ فنحن ما أي منتوج بشري ذاته بنقبله، عرفتها؟ فنحن ما أي منتوج بشري بنقبله، ما أي منتوج بشري بنقبله. بعدين لو بقى منتوج بشري انا ذاتي ما انتج، انتجوا برام ليه؟ انا ذاتي ما انتج، انا ليه ما انتج؟ عرفتها؟ طيب قال قام قال الميكروفون ولا شنو؟ ايضا الرسول بيعملوا ولا ابو هريره صنعوا، لانه هم ما الرسول عليه الصلاه والسلام رسالته ما انه يصنع لهم ميكروفون او خدميه الناس، جاء لينقذ الناس من الظلمات إلى النور ويدخلهم جنة الله سبحانه وتعالى. ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا لو أمروا يصنع الاختراعات أو كلفوا بصناعة هذه الاختراعات، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أولى من يفهم هذه الصناعات. تقال عشان تصنع دي عبارة عن شنو؟ يقول لك ده بيتكون من لدائن، وده بيتكون من مواد عضوية، والمواد العضويه تدخلها بنسبه معينه وتسويها، ونحن فهمناها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفهمها؟ نحن ديل فهمناها، النبي عليه الصلاه والسلام ما فهمها؟ عليك انا اشوف الكلام ده كيف؟ يا اخي اتقي الله يا اخي، اتقي الله يا اخي. النبي صلى الله عليه وسلم خليك من الميكروفون، النبي عليه الصلاه والسلام ركب البراق مشى به للسماوات العلى. هذا المنتوج ده كان قاعد وين؟ في اتو دوله الان عندك دابه بتودينا فوق، بعدين احنا ذاته نديك من الاخر كده. انا دار زول يقنعني بالموضوع ده، انا ذاته ما مقتنع انه في ناس وصلوا القمر، لانه بيجيبوا لك في اليوتيوب زول مصور لك انه الناس الماكوك طلع وانفصل منه جزء، وتاني سرعه الغلاف الخارجي انفصل منه جزء. اللي بيصور ده قاعد وين؟ مش واحد بيصور؟ اللي بيصور ده قاعد وين؟ من ناحيه كده بتاعت انبساخ كده، بس نجر ساكت، نجر اخضر. يا ناس ما تخمونا ساكت يا ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام جابوا هداية للعالمين، وإنه يدخل جنة العالمين، وإنه الوسائل دي ما لها نهاية يا أخواننا. ما ممكن القرآن يجي يتكلم لك عن الميكروفون ويتكلم عن الكاميرا ويتكلم الميكروفون ذاته أنواع، ياباني ولا ألماني ولا صيني ولا مغشوش، ويشتغل بحجارة. القرآن ذاته كده بيبقى كتاب ولا بالشال ذاته. لكن القرآن من كماله إنه بيديك حاجات عامة كويس، ويفصل لك تفصيلات وقواعد عامة، وبعد ذاك ربنا قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، شغلوا مخكم ده، عرفتها؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ربنا سبحانه وتعالى رسله عشان يخترع ميكروفون، وده ما من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفتها؟ ما من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه تقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ميكروفون، ما برضو ماركس ما عمل ميكروفون، مع إنه ما في مقارنة أصلا، ولا اسمه منو جانجا كروسو ولا بتاع راس المال، عرفت نظرية راس المال؟ منو منهم العمل ميكروفون؟ فيبقى ده ما مطعم في الإنسان كونه عمل ميكروفون أو ما عمل ميكروفون، لأنه دي ما مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. مهمته أعظم من ذلك، أن يهدي الناس وأن يبين لهم ما يفلحوا به في الدنيا والآخرة، وأن يستخدموا هذه الدنيا في الوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يصنع الميكروفون، وليست هذه مما خلقه الله من أجلها، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين قاعد في البشرية أكثر من 14 قرن، 14 قرن. ولما الناس مسكوا في الدين تمام، المنهج الرباني الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح به وسعد به الناس. يخفي زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه
دي السياسة الشرعية الدائرنا، ده الدين الدائرنا، طبقوا. في زمن عثمان بن عفان قال الحسن البصري: ما كان يمر يوم في زمان عثمان إلا وينادي المنادي: هلموا إلى أعطياتكم، هلموا وخذوا نصيبكم من المال. شوف الكلام ده كيف، القروش يجي يوزعوا عليك. صلح بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام حاكم الدولة المسلمة عشان يحدد الحدود، يقول للسحاب أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يحمل إلي. ده الشيء يعني تركوا لنا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله جل وعلا فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وده الشيء نقلوا لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأداه إلينا كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعتز بذلك، ونحن نفرح بأن جاء إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بما ينجينا من النار ولو ما كان عندنا ميكروفون. عرفته؟ ده نحن اللي بنفرح به. طيب، قال: تجوا تشتموا الجماعات. ما شتمنا جماعات، نحن جينا تكلمنا، وانت الجماعات ذاته نصبوك انت الألفة بتاعهم والدفاع عنهم. الجماعات دي ما يجوا هنا ومشوا وينهم، نحن دارين الجماعات. عرفته؟ الجماعات دي ما شتمناهم، جبنا منهجهم ورينا الناس منهجهم الحقيقي. قلنا لك الأخوان المسلمين بيقولوا كده في كتابهم كده، قلنا لك الشيعين بيقولوا كده في كتابهم كده، قلنا لك الصوفية بيقولوا كده في الكلام الكده ده. طيب انت قبيل قلت يا أخي الشيوعين والجماعة ديلك ديل منتوج بشري، طيب نحن كلامنا في الجماعات ده ما منتوج بشري، ما تقبلوا، ما قبلتوا ليه؟ في النهاية هذا كلام يعني ما في أي نوع من العلمية ولا في نوع من النقد العلمي. الناس تجي تناقش المناهج، احنا دارين الشيوعين أسياد الاسم وينهم؟ ماشيين قال في شنو كده نميت، قال مش في السكة نميت، تعال انت قطعت لك هنا ولا شنو السكة دي؟ فرصة مفتوحة، وين الجمدالات؟ جبهة ديمقراطية، ذلك التحالف الراسخ بين الطلاب الشيوعيين والطلاب الديمقراطيين لإنجاز مرحلة الثورة. فرصة مفتوحة لهم، فرصة مفتوحة للمداخلات، ما تنتمي لأي حزب أو أي جماعة. ربنا قال: ولا تكونوا من المشركين. والله طلب نصيحتنا لك، ما تبقى مع زول، ولا نحن جماعة عشان تبقى معنا. عرفتها؟ نحن بس أصحاب كده فهمت، ونمشي نشتغل دعوة، لكن لا عندنا رئاسة ولا أمارة ولا أمين مالي، ولا عندنا صندوق بتاع اختراع واقتراع. ده كلام كله فاضي وباطل وضلال. فنحن دعوتنا لأي طالب، انت أهلك رسلوك الجامعة دي عشان تقرأ، ما شفت برا الصفوف بتاعت البنزين عاملة كيف؟ ها؟ شغلة جايطة. فأهلك جابوك هنا عشان تقرأ وتمشي تأخذ لك عمل أو حاجة تعين أهل البيت ديل، أهلك أبوك أمك أخوانك تعينهم على الحياة الدنيا دي، لكن تجي تقضي عليه كلها ماشيين في السكة نميت. والله ده اللي يخلوك في السكة ويجي القطر كاسحك. عرفته؟ ما عندهم أي موضوع، وسكتهم دي ما لقينا منها أي حاجة، ها؟ إلا تكون دي سكة بتاعت أبو سيدة بشنب، الزول الشنب وزي ترباس السجن داك. عرفته؟ قال ماشيين على سكة عدم، ما بتحصل حاجة، ما بتحصل أي شيء. طيب، من المسائل المهمة قال: هل الدين تقصير الثياب؟ ويتناول الموضوع بشيء من الاستهزاء. يا زلمه ما تستهزى بشعار الدين، وناس جون سينا بيجوا بيقصروا، ما بزول بيزالهم بيلبس لي 3/4 هنا، مش جون سينا، في بنات بيلبس انا حبيبي شطفني، هذه كيف؟ دي سنه نحن طبقناها، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفتها؟ تجي تطعن فيها. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: ازره المسلم الى انصاف ساقيه، ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. تستهزى بها؟ ها؟ وده اللي قدرت عليه؟ طيب، فرصة مفتوحة للأسئلة، حتى لو عموم الأسئلة، لو في زول حضر ركن الشيوعيين وجابوا شبهات من باب فائدة الغير، أو في أسئلة مكتوبة قبيلك وينها؟ فرصة مفتوحة للمداخلات، فرصة مفتوحة كده. أنا أشوف إذا ما لقينا بنديك إن شاء الله. فرصة مفتوحة للمداخلات. معلش للمداخلة للمرة الثانية. يا أخي أنا ذكرت لكم إنه الإشكالية الكبيرة اللي بواجه التيار السلفي هو عدم مقدرة التميز بين ما هو منتوج أغلي وبين ما هو معتقد ديني الذي ينزم بين الله وبين النفس. مثلا أنت الدين ده كمنهج تنزم بينك وبين ربك، تمام؟
فأنا ما قلت لك يا أخي إنه الميكروفون دي لا رسول سنة وكذا، قلت لك يا أخي دي جاي من كمنتوج إنساني أغلاني، وليس من مثلا أنا ما بقرأ القرآن يا أيها الذين آمنوا كذا وبقدر بس الحاجة دي، دي جاي عن طريقة تطور العلوم، والتطور العلوم دي لا جاء من الدين لا غيره، جاي كلها من الغرب، كلها تسمى الناس اللي قاعد تسميهم كفار ومشركين و وغيره كما سميته سابقا المانيون اشتراكيون او غيرها. الحاجه الثانيه الدار اقولها يعني مثلا انا كطالب جامعي تجي تتكلم لي عن منهج الصوفي انه الصوفي عملوا كده، الشيخ بدي جنى، الشيخ بعمل كده، الشيخ بدي رزق، الحاجه دي انا استفيد منه شنو كطالب جامعي؟ انا كطالب جامعي هسه الان في القرن 21 ما يمكن بهذه الاغلبيه ان انتمي لجماعات دينيه مثلا او كامثالكم انتم ديل المتطرفين ديل. وحاجه الثالثه انا داير اتكلم عنه التيار السلفي او الاصولي، الاصوليه الدينيه نفسها يعني فيها اقسام متعدده، ما اعرف سلفيه جامعيه، سلفيه سروريه، سلفيه غيرها. طيب تدعو الى النغاء الديني او النغاء المنهجي وما سواه فهو في النار جهنم كما قال ابونا منوده. فالى اين سلفيه تنتمون؟ لو دايرين تتكلموا عن الـ الـ عن الركن، اول حاجه تجي تحددوا يعني شنو دايرين تتكلموا عنه بالضبط كده. مثلا الدور الفاتت لما جيتوا كتبتوا عن منهج الصحابه وما الحاجه كده، حاجه عنوان بارزه جميله كده، لكن فيها الحديث انه يا اخي ما عندك مثلا محور معين كده تنتلق منه، مره كده مره تدعم في التيار بجاي مره في بجاي، يعني ما عندك مسار معين مثلا من الدين ده انت تتكلم. يهود الاشكال الكبير اللي يردد في الخطاب الديني والواعظ السياسي لجماعه السلفيه الاصوليه بان ما سواهم في نار جهنم وهم في الجنه الداخلون. طيب الى اي سلفيه تنتمون؟ تيار السلفي اقسام متعدده، ولماذا التعدد في التيار السلفي نفسها إذا كان هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا حرفت من السؤال الأول الذي قلت لك أنكم لا تستطيعون أن تميزوا بين ما هو منتوج أغلاني إنساني وبين ما هو معتقد ديني الذي ينظم بين الإنسان نفسه وبين الله؟ تفضل. طيب أول حاجة زول ده كذب علينا كذبات، وتاني مصير على نقاط المفروض ذاته يعني ما نناقشوا فيها. قال نحن قلنا يزول خلافنا في النار، منو اللي قال؟ لا نحن بنتكلم عن مناهج، انت شكلك ما تفكر ما تفرق بين ما هو منتوج في المنهج وما هو منتوج في يا ده هوسا يا خالق الله، الزول ذاته بيقول له في كلام ما فاهمه ذاته، يا اخي نحن تكلمنا عن منهج يا ناس، هسي في واحد من الطلبه ديل نسالهم الان قدامك، يا اخواننا انتوا رايكم شنو في القران والسنه بفهم الصحابه، رايكم شنو؟ فيها كلام دي؟ اها مالك؟ هسي قلنا نحن نازل في النار، انت ليه تكذب انا قاعد؟ تكذب وانا قاعد؟ كده خلينا امرق انا؟ نحن ما تكلمنا عن الموضوع ده، نحن ما تكلمنا عن الموضوع، نحن تكلمنا عن مناهج، وذكرت لك حديث انت لا تفرق بين ما هو منتوج من كلامي وما هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفتها؟ انا قلت لك يا اخي المنهج الصوفي منهج قائم على الشرك والضلاله والبدعه والكذب على الله سبحانه وتعالى والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. انت فرق، لكن لما اجي اقول لك فلان وعلان ووك في النار ووك ده كده معلش قول لي كلامك ده، لكن يا اخي انا قلت لك منهجنا ده ماله فيه شنو؟ يا اخي اصوليين نحن اصوليه ذات ثاني في غلاغه ثاني كلها بنشيله في ظهرنا ده شيال الثقيله، عرفتها؟ ثاني في حاجه الغلط في منهجنا شنو؟ انا لا استطيع افرق، طيب فرق لي انت ايها العزيز وريني الصح شنو والغلط شنو؟ عرفتها؟ تعال وريني الصح شنو والغلط شنو، لكن ما تقول لي لا استطيع ان افرق بين ما هو منتوج، منتوج ده ما معناه انتج، يعني شنو؟ يعني هو عباره عن خلاصه للناس، حاجه خلصوا بها، انه ده عباره عن نتيجه، منتوج معناه نتيجه، وهي اصلا كلمه ما عربيه ذاته. سلفيه منقسمه، حصل يا اخواننا لاقاكم ابو بكر الصديق انقسم من عمر بن الخطاب وعمل له جماعه، ما فيها ناس، الناس دي المتفقين في العقيده سلف الصالح رضي الله عنهم متفقين في العقيدة الصحيحة وفي طريقة تلقي الأحكام، ومتفقين أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ومتفقين إنه ما في أحسن إلا أن يتبع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفقين. أما كونه سرورية
وقال بعد ذاك قال السلفية الجامعية دي لاقتكم انتم في سلفية جامعية لاقتكم انت؟ انا ما عارف الزول ده يعني فهمه شنو يعني، ولا هو ما داير يفهم، ولا الناس ما دايرهم يفهموا، ولا هو ما فاهم ذاته هو داير يفهمنا شنو؟ عرفتها؟ ما في سلفية جامعية دي، انا اول مرة لاقتني في الجامعة دي، اول مرة ذات تلاقيني سلفية جامعية. يا اخي السلفية دي منهج ترجع به للصحابة، ديل السلف. السلف في اللغة معناته من مضى. السلف من مضى. في القرآن ربنا قال فجعلناهم مثلا وشنو؟ وسلفا، صح؟ سلفا ومثلا للآخرين، عرفتها؟ فالسلف هو من تقدمك من الآباء سواء كان على الحق أو الباطل. بعد ذلك قيدك بالسلف الصالح اللي هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين قال الله عز وجل في شأنهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اللي هم الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وربنا عز وجل قال فإن آمنوا، خطاب للصحابة، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. السلفية دايراك أول حاجة تصحي عقيدتك، نمرة اثنين الجماعات دي كلها تخليها، انت ما تقول لي منتوج وما منتوج، الكلام ده ما بخش راسنا. انت قول لي يا أخي الدين فوق الجماعات، والدين بيجوز فيه التفرق، وفي الدين ذاته بيجوز تقول مثلا على الله ماف، وفي الدين بيجوز تنادي غير الله. انت ناقشنا في النقاط العظم، العظم ذاته، لكن انتم ما بتفرقوا، ديل بيفرقوا، وديتوا يا سلفية وكده، ده كله كلام ما بيغني حاجة يا اخوان. انت ناقشنا في المنهج بتاعنا العظم، احنا منهجنا القرآن والسنة بفهم الصحابة. الأحزاب في الدين ما بيجوز، لا نؤمن بتعددية حزبية ولا بقيام حزب اصلا، ده المنهج السلفي بيقوم على الكلام ده. تناقشنا في الموضوع ده، عرفتها؟ نحن ده منهجنا، نحن بنستقي القرآن والسنة، المنهج بتاعنا من القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، عرفتها؟ كلمة أصولية أنا قلت لك هي ذم لمن يرجع إلى الأصول القرآن والسنة. أنت رأيك شنو؟ رأيك شنو يعني؟ هل أنا أرجع للقرآن والسنة في جميع قضايا الحياة والدين ولا ما أرجع؟ في السياسة مثلا، أنا عندي في السياسة إنه أحكم بالقرآن والسنة، مثلا في القانون الجنائي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، السرق وثبت عليه الحد بأن بلغ المال النصاب وامتنع مما يمنع من الحد فإنه تقطع يده، ده في القانون الجنائي. وطبعا أي بلد سواء كانت بلد مسلمة أو بلد كافرة أو شيوعية أو علمانية عندهم قانون جنائي، البسرق عندهم له عقوبة معينة، والبيغتصب عندهم له عقوبة معينة، وهكذا. نحن عندنا نحكم بالشريعة الإسلامية، الزول اللي زالقيناه زنا وثبت عليه جريمة الزنا نقيم عليه الرجم بالحجارة حتى يموت إن كان محصنا، ونجلده ونغربه سنة إن لم يكن محصنا ويشهد عذابه طائفة من المؤمنين، ده الحكم بتاعنا، عرفتها؟ نحن عندنا ما في حاجة اسمها ديمقراطية، ديمقراطية دي كفر بالله سبحانه وتعالى. ما عندنا حاجة اسمها تعددية، عرفتها؟ نحن عندنا نحكم الأصلح فينا 4 سنة، 700 سنة، 1 سنة، شهرين، 12 سنة، الأصلح ده الدين بيقول كده، مش انت داير الكلام ده؟ طيب انت بتقول لي الاعتقاد او الدين هو داير يجيب شبهة لكن ما حافظه كويس. الدين العلمانيين بيقولوا كده علاقة رأسية بين العبد وربه، يعني ما عنده دخل في السياسة والاجتماع والشريعة وحياة الناس. نحن عندنا كمسلمين الأدلة والنصوص عندنا موجودة. لو داير نتكلم لك عن القانون اللي بيسموه الليلة الناس اليوم القانون الدستوري اللي بيتكلم عن الدولة وكيفية اختيار الحاكم وكيفية نزع الحاكم ومتى يخرج على الحاكم ومتى لا يخرج على الحاكم وكيف يقوم الحاكم، دي عندنا في الإسلام بنصوص موجودة، قد تكون أنت ما قريتها، فجهلك بالشيء لا يعني عدمه، صح ولا ما صح؟ كونه أنا ما عارف هل ده معناه ما في؟ ده ما معناه ما في، عرفتها؟ ده نحن في الدين، أنت المنتوج البشري بتاعك ده، نفترض أنه في فرق بين المنتوج البشري والاعتقاد، هل المنتوج البشري بتاعك ده أفضل من حكم الله؟ ده سؤال، وأفضل من الشيء نزل ربنا سبحانه وتعالى؟ ده دي مسألة. مسألة ثانية
قال والسرورية دي الناس تكفيرين، سرورية دي الناس داعش اللي بيكفروا، عرفتها؟ ونحن اللي حاربناهم، ما حاربتهم انت العلماني صاحبها بمنهجك، قد تكون ما منتمي لتنظيم، لكن منهجك اللي انت شايله الان ده منهج علماني صر، عرفتها؟ منهج علماني تماما خالص في العلمانية، عرفتها؟ ناس السرورية وداعش اخواننا السلفيين اللي بتنبزوهم ديل هم اللي حاربوهم لكم، لان اخواننا السرورية ما بتتنامى في مجتمع الا يكون مجتمع جاهل بالدين. يعني انت لو مشيت الليله بفهمك ده دار تقنع ناس انه ما ينتموا لداعش ما بيسمعوا كلامك، هسه نحن قاعدين نسمع كلامك ونناقشك الله في منتوج ونفهمك وتاتي وببح وككا لغايه ما تصل للفهم، لكن تجي للسروري تقول له افتكر ومنتوج بشري، ده بي عنده لك منتوج ناسف بينسف شغلتك كلها. يا اخواننا ديل عملوا اكبر محاضره في البلد دي لما كان العلمانيين والجماعات الاسلاميه خايفين من ناس داعش، قالوا لو عملنا محاضره يمكن الناس ديل يفجرونا. اخواننا ديل جاهزين، عرفت؟ منتوج بشري منتوج ما بشري، بيخشوا يبينوا للناس طوال، جزاهم الله خير. فبينوا للناس داعش والطرائق والاساليب بتاعتهم لغايه ما في دول ذات استفادت من المنتوج حقنا ده، المنتوج المنهجي اللي بتسميه انت وصولي، ناس استفادوا منه دول في حرب داعش. قال والله المحاضره دي محاضره قيمه في مجالها، جغمت كثير من المجرمين، عرفتها؟ استفادوا منها، ده منتوج نحن قدمناه للناس، ساهمنا بمنتوجنا ده اللي انت بتراوي انه يعني مختلط، ساهمنا بمنتوجنا ده في انه نوقف ناس داعش في حدهم خاصه في السودان. وابشرك الناس اللي قاعدين هنا لكن هم متحينين فرصه انه يعني البلد تجوط، بعد ذاك بيجوا بيبدوا بيك انت ناس المنتوج البشري المنتوج البشري. فاخر لك يا ود الحلال، والله نحن بدعوتنا دي دعوه التوحيد المنتميه لمنهج الصحابه، عرفتها؟ دي الدعوه تعتبر طوق نجاه للناس. لا شوف عليك الله، الدعوه دي كيف؟ لا ندعو الناس لحزب، لا صوتوا لنا، ما دارين من الناس حاجه، دارين الناس كلها ترجع للقران والسنه بفهم السلف. شوف الكلام ده، ما دارين من الناس حاجه، وداك يشبكك منتوج ما منتوج عشان بعد ذاك تمشي معهم، ومنتوج ومن ناجح وينه؟ ده كله خلي، نفترض انه خلينا الدين، منتوجك الناجح وينه؟ وينه منتوجك الناجح؟ هذول السعوديين طبقوا الدين، جايبينهم ثالث دولة عندها احتياطي بتاع قروش، 1.9 تريليون دولار، تعرف تريليون دي معناها كم؟ الألف فوقه ثلاثة أصفار مش؟ والمليون ستة، والمليار تسعة، والتريليون 12 صفر، عرفتها؟ ده بالدين، حكم بالشريعة، عرفتها؟ عشان هذول يا اخواننا ما يجي يغش الناس ساكت، وان العلمانيه اذا جاءت سوف تطبح لكم البهائم وتضع لكم العمائم وتمشيكم نايمين، هذا كلام فارغ ساكت. دي احلام بتاعت زلوط، تعرف احلام زلوط؟ اديك اللي بيحلم في الحبل، عرفتها؟ ويجي واقع وثاني يطير يطلع فوق، وديلك ماشيين في السكه نميت وهم نايمين، ماشيين انت نايم يا ود الحلال، اصحى. فده كلام هو ساكت. من النقاط اللي قالها مسألة التصوف والصوفية، قال شنو؟ ايوه تستفيد الوعي، ياخذ يعتبره منتوج بشري، انت ليه ترفض منتوجي البشري كإنتاج بشري؟ ترفضه ليه؟ اسي ده ما عدم حرية ذاته ولا شنو يا ناس؟ من باب الحريات انا دار اتكلم، لكن انا ابشرك نحن بنرفضه ليه؟ لأنه في مناهج الجامعات ياخذ ده ما من أساليب ذاته، عرفتها؟ ده منتوج غلط زي ما قال لك، عرفتها؟ في الجامعات، في مناهج الجامعات بيقروا الناس الكلام اللي قراه لك شيخ احمد البدوي ده بتاع الصوفيه ده، في ناس بيقروا في جامعه الخرطوم، في ناس بيقروا في جامعات كثيره، في كثير من الطلبه الا من رحم الله بيمشوا للفقراء والفكيا، واحد بيمشي يعزم له في قلم، دارت تقول الكلام ده في المجتمع ماف؟ نفترض في المجتمع الطلابي كله ماف، اهلنا ما عندهم؟ الزول اللي فيهم الكلام ده وسمعوا ما يرجع لاهله يوعيهم؟ يقول لي ما تودي اختك ولا مرتك ولا غيره تمشي توديها للفقراء والشيوخ، لانه اول حاجه ده اعتقاد وكفر بالله، الولد ما عند الله، بعد ذاك دي بيكون في منتوج بشري سيء جدا، ولا ما في، عرفتها؟ يحذرهم ولا ما يحذرهم؟ يحذرهم ما تنادي الفقيه، لانه زول ميت، الزول الميت انقطع المنتوج البشري بتاعه، صح ولا ما صح؟ فما داعي ثاني انت يكون عندك منتوج بشري برك، عرفتها؟ يا ناس الناس ما تقعد تنبسخ فينا ساكت، الزول الهوى يضربه ويجي يقول له كلام لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال زي ما قال الإزيرق، لا داخل العالم لا خارج العالم،
قول لك كلام تفهم يا اخي دار تجي تنقض انقضنا نحن. انتم منهجكم ده تكفير، لانه انتم يا اخي واحد منهجكم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد الصفحه 12 انتم بتكفروا، قال الشيخ ابن باز مجموع الفتاوى مجلد واحد كده انتم بتسبوا الناس، قال ابن تيميه كده يكون كلام كده. انا الليله رجعتك لكلام الشيوعيين لمراجع، قلت لك كتاب اسمه البيان الشيوعي، والليله لو خشيت النت بتلقاه قاعد، عرفتها؟ قلت لك كتاب اسمه الاشتراكيه العلميه والاشتراكيه الطوباويه، كتاب اسمه دور العمل في تحول القرد الى انسان، ده منتوج بشري؟ ده منتوج بشري؟ قالوا ان احنا كنا قرود من ناحيه علميه، نحن كنا قرود؟ طيب دايرين واحد من الشيوعيين ديل يقلب لنا قرد الان لبني ادم؟ فده كلام فارغ. هل اي منتوج بشري نحن بنقبله؟ انت ما جاوبت لي على السؤال ده ذاته، عرفتها؟ فلابد نحذرك تاني نحن نرجع يا شباب، ونحن ذاته منتوج بشري ما دايرينه، لانه اخواننا المنتوج البشري ما معصوم. اما كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ديل فينا الهدايه والضمان وفيهن الفوز والنجاح في الدنيا والاخره. ربنا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. ده المنتوج البشري حقهم. وهل نجازي إلا الكفور؟ عرفتها؟ ربنا قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، دي مكة. ربنا قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. الحرم ده الفاكهة والأكل من العالم كله بيجيها وما بتقدر تزرع فيها، زراعة ما بتقوم فيها نهاية، عرفتها؟ ربنا ضرب لهم مثل قال لهم انتم كنتوا في خير عظيم، لما جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدين والتوحيد الذي هو من عند الله معصوم كفرتم به وما آمنتم به فأبدلكم الله به الجوع والخوف. ربنا قال فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك يا أخواننا نحن ما دارين منتوجات كفاية، المنتوج البشري ده يمشي يجربوه في الأرانب ويمشي يجربوا في الفيران والضفادع، لكن نحن ما يجربوا فينا نحن، كفايه خلاص منتوجات بشريه، عرفتها؟ هذول الشيوعيين مسكوا الصين ماو تي سي تونغ لغايه الليله، منهج شيوعي، ما في حريات. شيوعيين عندهم حريات؟ الليله ولو مشيت الصين، لو مشيت الصين، هذول اخونا معتزل باشمهندس ده مشى الصين هناك. ما في يوتيوب ولا في واتساب ولا في انستغرام ولا في ثاني اسمه شنو تويتر ولا في ايمو، المنتوجات البشريه دي جت الصينيين ما دارينها، سلفيين اصوليين مالهم متشددين، عرفتها؟ منهج معين قاعد هناك. الناس ديل رفضوا الشيوعيه لان يا اخواننا الشيوعيه ما بتنفع، منهج مضاد للفكره للعقل والفطره. الشيوعيين غير انهم بينكروا الاله وبيدعوا للفساد واشاعه المراه، قاموا حاربوا حاجه اسمها الملكيه الخاصه. يعني انا زول مسكين تعبان قاعد في البلد دي، عندي بيت 500 متر دار اسكن في 300 واجر ال 200 عشان شنو؟ عشان اقدر اعيش. مثلا زول في المعاش وتعبان وما عنده حاجه بتعيش، الشيوعيه بتقول لك لا، انت ما دام بتكفيك 300 بس الباقي تمشي توديه للدوله طوالي. ودي حاجه مغروسه في الفطر، حب التملك حاجه مغروسه في الفطر. اذا كان انا بعمل وبكسب وتجي الدوله تشيله مني انا اعمل ليه؟ عشان كده القرآن يا اخواننا ما جاء قال لا ما في حاجه اسمها تملك وحرمها، لا، قال انت املك لكن مالك ده زكيه بالزكوات المفروضه وبالصدقات يعني المندوبه، عرفتها؟ ده القرآن. فالشيوعيه بقت منتوج في الاتحاد السوفيتي، الزمن اللي انتهى فيه الاتحاد السوفيتي، اخر رئيس للاتحاد السوفيتي اسمه ميخائيل غرباتشوف. الناس تقرا يا اخوان، يجيب واحد يسمع له نص كلمة بيجاي، نص كلمة بيجاي دارك شير بها وهو ما عارف، انت خلي ذاتك عندك منتوج، فهمت؟ ميخائيل غرباتشوف قال في الزمن اللي بنمرك فوق الطائرات والرؤوس النووية وغيرها، قال إلا أننا نعاني من نقص حاد في الاقتصاد. عمل نظام اسمه البايروستاريكا، نظام الإصلاح والتعمير، قام دخل له حاجات من الموضوع بتاع الرأسمالية،
انه يا ناس استثمروا، نحن الدوله ما بتقف قدامكم. ده نظام شنو؟ اشتراكي؟ ما اشتراكي. قال الناس يعني تعمل مصانع وتعمل وتعمل عشان البلد تصلح. فدي اهل ذاته ما دايرنا يا ناس. نحن طوالي نجي نشيل لنا يعني نشيل لنا منتوج بس ونجري بيه شيوعيه شيوعيه ونجري بيه ساكن. طيب هنا شيوعيين مسكوا قالوا الخرطوم ما مكه ودارين يجوطوا الشغله الى اخر. قال ما هي العلامات التي تميز المسلم انه على حق خاصه في هذا العصر الخطير؟ ده سؤال مهم جدا، والجواب عليه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث العرباد ابن ساريه رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وهنا يا أخواننا كلمة عبد حبشي بما فيها عنصرية زي ما بقولوا كثير من العلمانيين، يقول لك شايف؟ لا، لأنه يشترط يا أخواننا في الخليفة العام تاع المسلمين كلهم زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمان، يشترط فيه أن يكون من قريش، عرفته؟ ما بقية الأمراء تاعين الأمصار، وأن يكون حرا، لأنه العبد أمره ما بيده بيد سيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو اختلت الموازين الشرعية وصار إماما من ليس أهلا بالإمامة للإمامة وصار خليفة من ليس أهلا للخلافة ما دام مسلما فلا تخرج عليه، عرفته؟ وده من كمال الشريعة الإسلامية، وده برضو خاشي في النظام الدستوري الإسلامي الحق، وده فيه نظام خير للناس، عرفته؟ أخير من المنتوج البشري. المنتوج البشري قالوا أي مشكلة حصلت لك طوالي تخرج. خرجوا الناس على بشار الأسد لليلة ما قادرين يرجعوا، نسأل الله أن يفك كربتهم. لكن عشان دي متابعة المنتوج البشري وترك ما أنزل الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا بعدي، فعليكم بسنتي. بتلقى شنو؟ اختلافات وجماعات وأحزاب وفرق إلى آخر. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالإنسان يا أخواننا يتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فينجو في هذا الزمن وفي غيره من الأزمان إن شاء الله. قال: كيف يواجه الشاب المسلم الفتن في الشوارع والجامعات ويحمي نفسه منها؟ والله سؤال صعب جدا، ودخل كثير من الناس يتابعوا المنتوج البشري حق الشيوعي، لأنه مما يلقى له جلسة فيها غنى وفيها اختلاط وباطل وكده طوال يقوم يمشي مع الجماعة دي. أول حاجة أخواننا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وقد قص الله علينا في القرآن قصة يوسف عليه السلام، نبي كريم. وهذا النبي يوسف عليه السلام كان في بيت يعني سيده وراودته عن نفسه امرأة البيت، فاعتصم بالله والتجأ إلى الله جل وعلا فعصمه الله سبحانه وتعالى. فالزول يا أخواننا أول حاجة يسأل الله ويدعو الله كثير بالهداية، وإن ويستعيذ بالله كما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر لساني وشر سمعي وشر بصري وشر مني. دي كلها كان يستعيذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني يا أخواننا، الإنسان عليه أن يأخذ السبب الشرعي وهو الزواج، خاصة في الجامعات دي تتزوج. وربنا قال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، عرفتها؟ إذا ما قدرت، النبي عليه الصلاة والسلام دلك بالحديث الذي يحفظه كل الشباب: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا هو الأفضل. قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تصوم، صمت ولسه شهوتك فيه، تنشغل بالخير أو بالمباح، تشتغل بقرايتك، تمشي تشتغل تجيب قروش لروحك،
تمشي تجوك طاقتك دي تنزيلها بالجكة ترفع حديد. المهم طاقتك دي لابد تكون شنو مستعملة في الخير أو فيما يعود عليك بالخير. أمشي خش لك كورسات تقوي لغة إنجليزية عرفتها أو أي حاجة يعني تنشغل بالخير. أما أخواننا الإنسان إذا بيقى فارغ وتبعد من ال 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 الوسائل بتاعت الواتساب دي والجروبات السيئة، لأنه في ناس أنت تكون بعيد وبعيد من البنات وبتجي المحاضرة وتمرك طوالي تمشي، لكن معاك موبايل، موبايل يكون فيه صور ومواقع ومصايب، فالإنسان يقع في عبودية الشهوات ويضيع دينه زي ما ربنا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا شنو الشهوات. العلماء قالوا قرن إضاعة الصلاة مع اتباع شنو الشهوات، عرفتها؟ وده يدل على أنه أداء الصلوات والعبادات يبعد الإنسان عن الشر وعن يعني أسباب الشر. كذلك أخوانا الإنسان يعمل بالأسباب الشرعية، تغض البصر ويعني تبعد من المصافحة وتبعد من شنو من السماع للحرام زي الغنى، لأنه ده بهيج غريزة الإنسان. وإنت زول شاب وما فيك يعني ما إنسان يكون ما عنده زوجة ما مزوج كويس وغريزته قوية، فده إذا سمع الغناء الذي فيه تهيج الشهوات ما في حاجة يسمها ده غنى حقيبة. واحد يقول لك والله غنى الغنى في الزمن ده بقى كعب، أها ماله ناس شنو كده ما عارف ليك قلبي ودقاته وين على أبوك ذاته، يقولوا ده قالوا ده بتاع قلة أدب ناس فاطمة سفنجات ومين كده خور وهوس، يقول لك ده قال الأدب. ها بتسمع منه يقول لك نحن مع ناس عم عبد الرحيم وبعد شوية سكت المركب وكل الناس اثنين اثنين، ما اثنين اثنين ثلاثة، عرفتها؟ لأنه في الشيطان قاعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة إلا وكان شنو الشيطان ثالثهما. وعمر بن عبد العزيز قال لا تخلون بامرأة ولو كانت مريم ابنة عمران ولو كنت تحفظها القرآن. شوف الكلام ده كيف، لأن أخواننا ما في راجل إلا وعنده شهوة تجاه النساء. الشهوة في أصلها ما حرام يا أخوان، لأنه ده شيء ربنا غرزه فيك وده سبب في استمرار البشر والخلق والإنسانية. لكن الحرام إنه الإنسان يا أخواننا ما يضبط بضوابط الشرع يخلي شغلته هاي ساكت، عرفتها؟ فالإنسان يا أخواننا إذا استرسل مع الشهوات ومع الأغاني ومع التأجيج بتاع الغرائز بيتورط. وأوعك تسمع كلام الجبهجية يقول لك طبعا هناك غناء ظريف، وفي انت الجبهجية عندكم زول بوصف الراجل يبكر عينه مشققات يجيد بالسفنجات المقطعة حصل لقاك، وفي واحد بيقول يعني هسه لو لقيت لك حفلة بيتغزل في راجل زي ده يا بشعر منكوش يا بجلابيت مرقعة، لو لقيت لك غنية زي دي بتلقى فوق خليك من تلقى فيها مرة بتلقى فيها عشوشة بتلقاها قاعدة، ما هفضل بيجي يحضر لك كلام زي ده. يبقى إثارة الشهوات يا أخواننا الإنسان يبعد منها بعيد. كذلك الاختلاط الإنسان يبعد بعيد من الاختلاط، لأنه ده من أعظم طرق الشيطان وهو البوابة العظيمة للوقوع في الزنا والشر، فالإنسان يبعد من الاختلاط. ولو أنت في واحدة أعجبتك في جامعة ولا في غير جامعة طوال أمشي قول لها بنت الحلال الديني رغم أبوك، ما في حاجة والله أخوان. وده الزول الراجل الكلس والزول الدائرة العفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كان حقا على الله عونهم ومنهم الناكح يريد العفاف. زول الدار يتزوج وزول ما بيلعب بأعراض الناس لأنه ما بيرضى يلعبوا له بأخته، لأنه اللي بتلقاه عمل فوق شفت هنا وجبهة ديمقراطية وكده، هناك في واحدين عندهم منتوج بشري مع أختك والله ما ده ما دين تقيل أدبك هناك بينجموك بغادي تتنجم، عشان كده طوالي تمشي تدق الباب يا عم فلان والله أنا داير بيتك على القرآن والسنة أنا حالتي كيت كيت كيت، خلي عقد لك بعد ما عقد لك بعد ذاك أنت يتكلم معاه ويتونس وأخلط زول سالك ما في، لكن أنت ما عقد اللي عليك دار تجي تباري والدبرك. أنت ما سمعت العواليق الشيوعيين قالوا شنو؟ ما دارين يخشوهم مش كويس، قالوا كلام سيء وأنا بقوله والكلام ده شين لكن بقوله عشان الناس تحذرهم يا أخوان. وبرضو عندهم المستغلين كلام سيء زيهم قالوهم، ونحن بننقله زي ما القرآن نقل أقوال كفرية وأقوال فسقية ورد عليها، عشان كده العلماء قالوا ناقل الكفر لا يكفر وناقل الفسق لا يفسق.
المستغلين اللي هم مرافد الشيوعيين قالوا التحية لستات العرقي. طبعا أي ذول بحي الزباين بتاعنا، أنا بنحيي بتاعنا اللبن وكذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا شرب أو أكل طعاما قال الحمد لله، اللهم يعني أرزقنا خيرا منه إلا اللبن، يقول اللهم زدنا منه. المهم فديل قالوا التحية لبايعة المريسة التي تمارس بالليل الدعارة وتنجب أولاد الحرام فنحن أبناء الحرام. والله الكلام ده أنا سمعته مرتين، مرة في النيلين غانون ومرة في السودان الغربي. أنا قلت لهم يا أخوانا زول أبوه يزوج والدته ويشهر الزواج وأهله فرحانين وجابوه وضبحوا له خروفين رفته ودخلوا الروضة والمدرسة ودفعوا عليه وتعبوا عليه، وبعد ما خش الجامعة واتحلال تب يمشي يخش حزب يبقى وط حرام. دي الجامعات السودانية تقال الكلام ده وين؟ الشيوعيين قالوا قال والدبرك لما ضاجع كل بنات الطير قال ما كان نفسه يمتع نفسه، قصده يمتع نفسه يكون صعلوك، كان قصده نبيل شريف يملى الدنيا طيور وأغاني. عشان كده انت ما تتحير من والله نحن مع الطيور، دار يبقى مع الدبرك الشيوعي. كلام ده شين يا شيوعي؟ فرصة مفتوحة للمداخلات شيوعي، خش يا شيوعي. في شيوعي ما بيقدر يخش، بيعمل كابتن لابد، فرصة مفتوحة شيوعي فيه. فازول يا أخوانا يبعد من المعاصي دي. وراجل بيقى جنبه مرة، راجل بيقى جنبه مرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فازول يا أخوانا يمشي بالطريق العديل. وبرضو رسالة لأخواتنا اللي بنخاف علينا، أزول يا أخوانا أزول العادي ما يسأل روحه، يقول لك الناس زي المشددين. أنت ما كده شوف هل الكلام ده دين ولا تشدد؟ يعني اللي بوديني أنا كزول شاب زيك اللي بوديني إنه أحجر على روحي لو الكلام ده حلال، إنه أخلي الخلق وأخلي الحنك وقلة الأدب والرقيص والنطيط والحفلات وأجي أبعد بعيد شنو يعني؟ ما فيني شهوة، ما شاب، ما بعرف الكلام ده، معزول من المجتمع. لكن يا أخواننا ده الدين بيقول لك كده، وده السبيل الصحيح للإنسان إنه يقضي شهوته في الحلال. البيت ذاته لو مشت اتورطت مع واحد وغشاه مما شفت قلبي فرفر والشمس خدرت وهو كذاب ساكت مجرم دار يقضي معاه زمن عرفته، وبعد شوية ماشي معاه وكده ويقعوا في المعاصي والزنا والعياذ بالله، وتلقاهم في الجامعة ماشيين يقول لك دي مثبتة فلان، صح ولا ما صح؟ هذا موجود مش في جامعاتكم دي، في غالب الجامعات المختلطة أو كل الجامعات المختلطة. ويمشي معاه باعتبار إنها مرته عديل، أي حاجة بيعملها أو بيعملوها الزوجين في البيت هم بيعملوها، ويغشها يقول لها إن شاء الله لما أتخرج بعرسي، بعد ما يرجع لأهله أمه تزوج لها بنت عمه، ويقوم يرسل للمسكينة دي يقول لها طبعا كنا في الجامعة وكنا في السكة نميت، ولكن تلك الحاجة الانكفائية ذات التفكير القطعي أحادي الجانب. يا زول انت عندك إشارة دار ترسلها عرفتها، وانبسغت وقالت انه اتزوج بنت عمك زقدح كفرين سيستم عرفتها، وداك وده طوالي يقول لها ولن ننسى تلك الأيام وكذا ومعليش والموضوع انتهى قسمة ونصيب. ما ده قلنا لك من هنا ديك طوالي تمسك البتاع وتكورك عوع وانا بعد النجوم وما بعد النجوم، وبعد شويه واحده تقول لها صاحبتها طبعا ديك بتكون جمداله قديمه تقول لها اكتب لي قودوني الى النور الاخت بنت وهب من المعذبه الف نون ها دي نمره عربيه دي عرفتها، لن ننسى تلك الايام وكذا ودا غشاني وكنا ماشيين في السكه نميت ولازم لقينا اخره وانبسغت وام الدغمائيه التي لا تفهم تلك العلاقه الجانبيه وانبسغت الاخت بنت وهب غدوني الى النور ديك تغود الى الظلام تقول لها هذه التجربه الاولى وعليك بالتجربه الثانيه وماشيين في سكه نمت ولسه سكه ما انتهت. يا ناس ده هو الساكت دي قله ادب. كلاب والله لو جابوا الشيوعي ما يلف، خليكي مني انت عرفتي، كلاب من الانس وكلاب من الجن وكلاب من الكلاب عرفتها. فنحن والله الكلام ده بنقوله حفاظا على اعراض المسلمين، لانه ربنا قال ان الذين يحبون مش بينشروا الفاحشه، يحبون ساي بمجرد قلب محبه التي تنافي الرجال والشهامه. يا خالق الله لو البت دي لو لقيتها في اي محله تقيف معاها ولا تسافه عشان تنتهك اعراض؟ ودي لابد نقولها، لانه يا اخواننا في الجامعات للاسف الشديد بقت في شبكات، والله نحن مشينا جامعات انا ما دار اسميها
والله واحد قال لي ربنا يتوب علي أنا كنت من الناس اللي بيمشوا ويرفعوا البنات ديل ويمارسوا معهم شبكات شغالة. الناس قايلين الموضوع صفقة وناس يتلموا ونبزنا الكيزان وجينا راجعين. الموضوع ما كده، شبكات خراب في الجامعات، شغل بتاع نشر مخدرات، ها انتهاك بتاع أعراض، والبيت لما ينتهكوا عرضة زي ما قالوا تنكس الرؤوس العالية وترغم الأنوف ال 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 الشامخة. بيت كانت أبوها يهز ويرز مما يجيبوا له ويقول له بيتك في الجامعة ما شايفها بتعمل شنو، تاني ما يفتح خشم، ما بيقدر يفتح خشم. والولد ده عمل له مصيبة بعد يومين تاني بيعرسوا له يقول لك ما في النهاية ولد. لكن البيت كيف البيت على منه، وفي واحد يقول شوية يقول لا والله، يقول لك كلامك صح، البيت يقول شوية يقول لا صح، النازل كلامهم صح، لكن انت لو لبستي حجاب تمام وبعدتي من الأولاد ما بتعرسي. العرس رزق، العرس رزق، وربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. لو ربنا سبحانه وتعالى ما كاتب لك الرزق لو خلطت الجامعة دي كلها ما بتتزوجي، والله ما بتتزوجي، تبقي زي دي قالت أنا رافضة مؤسسة الزواج. أنت عارف رافضة المؤسسة معناها شنو؟ يعني زواج وراجل يتقدم ويكون عندي راجل واحد، دي ما دايرة. أنت فاهم الموضوع؟ المؤسسة معناها شنو؟ دي دايرة منتوج عجيب ذاته، منتوجات دي دايرة. ديل ده دايرين نشوعين الوسخ، الدارين نشوعين في البلد دي. يا شوعين كلامنا ده شين؟ كعب ما صح؟ ده ما دينكم؟ ده ما منهجكم؟ فرصة مفتوحة عليكم. ما بتجوا خشين شيخ أحمد شيخ مزمل. واصل الذي لدي جزا الله خيرا أخانا الشيخ شهاب على هذا الكلام الذي استفدنا منه جميعا إن شاء الله تعالى. الناس الطلبة استفادوا ونحن برضو استفدنا معهم. وأنا كنت دار أعلق على كلام الودى القبيل ده، وشهاب جزا الله خير أداه حقه وكرر لي الكلام بتاع المنتوج المنتوج شنو ذاته الكلام ده يأثر فيه، ومشى قنعت تاني جراجع شايف واقف فلازم أعلق عليه. وجزا الله خيرا أخانا شهاب وكذا. يا جماعة الزول قال علاقة العبد بربه والرابط بين العبد وربه، قال دي بالدين، لكن في منتوجات بتاعت بشر. وعشان كده انتوا بتهاجموا الكفار ديل والكفار ديل وكذا وكذا وكذا. طيب نحن يا جماعة مسألة علاقة العبد بربه دي ما واضحة بالتوحيد وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. توحد الله، تجدع الحجبات، تجدع الكموم من الطفل، ما تصف التراب بتاع القبة، ما تنادي الفقي، ما تنادي الشيخ، ما تنادي الميت، ما تمشي لدجال تقول لي رايحة وين، عقيدتك تكون في الله تمام وتصلي وتصوم إلى آخره. أما مسألة الأشياء الذكرى الثانية دي كونه يقول منتوج وما منتوج إلى آخره، الكلام ده يا جماعة منو الحرم هنا؟ نحن سؤال للود ده أنا طبعا مزعلني جدا، وقال لي ألفاظ فيها كذب وفيها إجرام ونحن نكشف لكم عشان تعرفوا حقيقته، والله الذي لا إله غيره. منو يا جماعة أول شيء حرم على الناس الآن المنتوجات البشرية النافعة؟ هل نحن قلنا الطيارة حرام؟ أسألكم بالله يا شباب الموجودين ديل شايف ما تحمل كلامنا والتلبيس والتدليس والإجرام والباس الحق بالباطل والتهم دي نحن بنعرفها جدا. هل نحن حجرنا على الناس قلنا العربات حرام؟ هل قلنا للناس ما تركبوا سفن؟ هل قلنا للناس ما تلبسوا نظيف؟ هل قلنا للناس ما تتطوروا في الاتصالات زي ما ذكر أخونا شهاب وأوفى وأكفى؟ لكن أنا برضو دار أدي نصيبي في المسألة جزاه الله خير. هل نحن قلنا النت حرام؟ هسي المحاضرة بيرفعوها لك في اليوتيوب ولا ما بيرفعوها؟ بيرفعوها أنت ذاتك تكشف لنا زي ما شفت نازل تشوفنا بعدين. الكلام ده يا جماعة نحن ما حرمناه، وافهموا الكلام كويس. الكلام اللي بالوكوش شيوعيين والناس المنون أو تأثروا بهن وما منهن زي الودة، الكلام ده من أبطل الباطل. نحن ما حرمنا على الناس الأشياء اللي فيها تقدم في أمر الدنيا، ما حرمنا أبدا. لا ألبس طواقي ظريفة جدا ما في شيء، هذول سائلين موبايلات تقال لهم اتصل بنكتب لسه جوابات
شالين موبايل ورصيد واي شيء. انا داير اعرف وينو الكلام الحرم والدين في النقطه دي، وهل نحن ذكرنا المساله دي؟ المساله دي لابد تفهم، لانه الناس بيقول لنا مشددين، انتم متحجرين ناس دين بس. نحن ناس دين، وفي الدنيا ذاته شيل فيه خير وتطور ما حرمناه. هسه جينا بعربات، انت عربيتك وينها؟ انت بقلم عربيتك وين؟ احنا جينا بعربات منتوجات، انت عربيتك وينها؟ وبعدين انت بتمدح في كفار، انت يا اخي ادبك مع الرسول عليه الصلاه والسلام، تقول الرسول ما صنع كاميرا وما صنع ميكروفون، الرسول صنع الرجال الاقوى من الكاميرا، ولا ما صنعهم؟ صنع رجال دكم حلات الكاميرات دي ذاته. نحن تراه وصلوها بالكاميرا، هم ديلك وصلوها عديل الصحابه ديل، بيجوا بحربتهم بيخشوا طق 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 لناس الروم هناك امريكا الان. ولون بعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى رب العباد، الى عباده رب العباد. الرسول ما صنع الكاميرا دي، لكن جاب لنا الدين جزاه الله خيرا. انت صنعت كاميرا؟ قلمك ده الرابع ده انت في جيبك ده صنعته؟ شنطتك دي صنعتها؟ تجي تقل ادبك مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ يا ود انت وقعت وقعه خطره، الله قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. الموضع ده موضع هلاك يا اخي، ما شايف الشيوعيين شهاب ده قدر ما رفع المشمع وكشح المويه العقارب ده بتطلع. والله الذي لا اله غيره، لا بدين لا بده، ديل ورل اي شيوعي في الجامعه دي سميه ورل ابو ظهر خدر شبعان لما مخدر ما قادر يمرق ذاته في الشمس دي. انت يا اخي جاي تتبجح لنا وتضع وتكلم في النبي عليه الصلاه والسلام؟ افهم النقطه دي بالراحه كده. نحن حاجات التطور في الدنيا ما طعنا فيها، افهمها كويس، بل نحن ناس ظريفين جدا. هذا متزمن ده متزوج اربعه، انت سلاسل استقدر داقه خطيبه ما عندك. قال الود قال ولابسين قصير واللبس القصير، هذا موضوعك؟ الرسول قال لنا قصروا. في سنن ابي داود، في سنن ابي داود من روايه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم للشيوعي المسلم، إزرة المسلم الى انصاف الساقين، وفي لفظ الى نصف الساقين، ولا جناح او لا حرج فيما بينه وبين الكعبين. تنزل البنطلون الواسع او الازار الواسع الى قرب الكعبين، ده حديث في سنن ابي داود. قال فما كان اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار، ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله اليه. دي الاحاديث اللي خوفتنا، انت قال قصرنا. اما المرأة النبي عليه الصلاه والسلام لما قال يرخينه ذراعا ذراعا الى اخره، قالت امراه اولا ينجس يا رسول الله؟ قال يطهره ما بعده. يعني المرأة تلبس طويل والراجل يلبس شنو؟ قصير. ده صح، مش عكسوها، المرأة لابسة قصير والراجل طويل زي لبسك ده. انت لابس طويل، نحن خلينا كمان جارتي تبجح لنا نحن القصير. واحد يقول لك والله انا بتكيف لكريستيانو ده شديد جدا، مما اشوفه نفسي بتتفتح. ليه؟ لعاب. واجه انا خاشي يقول لك الله بجلاله قصير ده دمه، مما نشوفه دمنا بفور طوال بفور الدم، مما اشوفه بعكر. انت طويل انا ولا كريستيانو؟ طويل انا. طيب ليه تتكيف من داك وما بتتكيف من نا؟ يعني شايل لي بلاستيكة فيها هواء يعني بشوت فيها يعني، ولا فاهمك شنو انت؟ بعدين الدقن ده يا جماعه دي سنه، والحمد لله ان نقد الاشياء دي. نحن هم نحمد الله عليه انه شنو اذا صح التعبير يعني، مش بنشكر الرجل ده على انه نقد السنه، بل ده شيء يؤسف له، لكن بنحمد الله سبحانه وتعالى ان قدر هذا الامر لحكمه، عشان الناس تعرف ذاته انه دي سنن، ما شغل بتاع مزاج زي. في صحيح البخاري ومسلم من روايه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى، في لفظ حفوا الشوارب واعفوا اللحى. فده دين يا ولدنا. نمرة ثلاثة، الود قال الصوفية والكلام في الشرك، ونحن نستفيد من الكلام ده شنو؟ وطلب ديل هل بعضهم بيبقى صوفي ولا متطرف زيكم؟ بعدين انت يا ود ما فاهم شيء، قال هل الطلبة معقولة يبقوا صوفية؟ طيب يا طلبة
درجتكم انتوا علميا اكبر ولا درجه زول بروفيسير؟ بالراحه كده، درجه منو يا جماعه؟ مش بروفيسير ده، قال قرا بكالوريوس وقرا ماجستير حضر ودكتوره وقعد في الجامعه قريب 5 سنوات وبقى بروفيسير، وعقيدته انه الملك بينزل من السماء، هذا بتاع بروفيسير. تقول لي طلبه ما بضله، ده بروفيسير كتمت بيه كتاب، هذه دي 6-0 يا بتاع شنو شنو قال شنو؟ لا لا بتاع جبيل مخزون شنو؟ منتوج بشري، ده منتوج بشري عفن جدا، ده بروفيسير يا ولد. قال الملائكه بينزلوا من السماء يجوا للشيخ يقول لنا احنا غلطنا اشفع علينا عند الله، هذا في الكتاب ده ترجمه عبد الرحيم، جاب اصلا العنوان اسمه جوا اسمه استشفاع الملائكه بصالحي الانس. قال والقصه دي جابها من كتاب الطبقات الكبرى للشعراني. انا والله جايك الليله بنجمك نجام لانك شفتها قليت ادبك مع الرسول عليه الصلاه والسلام، هصل ما بخليك الليل. قال عبد الرحيم المغربي قال كان جالسا مع بعض المريدين فنزل شبح من السماء، في الكتاب ده ذاته قال فنزل شبح من السماء ثم صعد، فقال الحاضرون للشيخ يا شيخ ما هذا الشبح؟ قال هذا ملك من ملائكة السماء وقعت منه هفوة فجاء يستشفع بنا إلى ربه فشفعنا له إلى ربه فقبل الله شفاعتنا فيه. ملك، الله قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ملك دينا في الكتاب ده اسمه النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية، في الكتاب ده ذاته مقدم له بروفيسير تحقيق البروفيسير الفاتح الحبر عمر أحمد، الطبعة الخامسة 1436 هجرية 2015 ميلادية، ده تحقيق بروفيسير. تقول لي طلبة ما بضله؟ هو الضلال مربوط بطلبة ولا غير طلبة؟ هسي انت ما عارف الدرب، وطالب طالب وما عارف الدرب. الله جل وعلا قال في القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ما قال الطلبة، يهدي الطلبة بس، يهدي من يشاء. وبعدين شيوعينا اللي بيجوا برطعوين ديل ما فيهم طلبة، الصوفية الدراويش ديل ما فيهم طلبة. في بروفيسير كان مدير جامعة من رماية إسلامية اسمه حسن الفاتح قريب الله، بروفيسير مش طالب زاي، انت ما فاهم شيء. البروفيسير ده قالوا له يا بروفيسير عنده كتاب اسمه يستنبئونك، قالوا هل الولي يخرج من قبره بعد موته؟ السؤال ده مش اي زول بيجاوبه. قال تعالى في سورة ياسين ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، ما بيرجعوا تاني، الزول الميت ده ما بيرجع إلا يوم القيامة. قال نعم الولي يخرج من قبره ويقضي حوائج مريديه أي أيوة ومن دعاه ثم يعود مرة أخرى، ده بروفيسير صوفي، في دكتور صوفي مش طالب زاي، انت خاش غلط زاي، وقعت وقعة شينة جدا، انت أظنك الظهر ما صليت وتبتلع بمعصيتك تقع هنا، دي وقعة شديدة جدا، دي حارة مرة واحدة مرة واحدة. قال ده دكتور يا ناس، دكتور كان يدرس في جامعة أم درمان الإسلامية وبدرس تفسير واسمه دكتور صلاح الدين بدوي الخنجر. قال عندنا في السودان الأولياء الشيوخ بدوا المطر، والمطر على حسب الطلب، عجبك عجبك ما عجبك افتح بلاغ في الشرطة. قال يكون في أرضين بينات سرابة أو تقنت، قال فيهطل المطر منها هنا ولا يهطل منها هنا، السبب ديل دفعوا البياض، قال تاع الصوفية قال المطر بيجي بالبياض، وكفار الكفار بيعرفوا بياض، وبياض ما في الدين ذاته، الكفار ديل عندهم الله منزل لهم مطر ولا هم منزلوا بيت الجو بيجي هناك دينا دي ياخذ، وديل دكاترة يا ودي انت ما فاهم شيء، تيجي تقول له الطلبة ديل انت بتاخذي عواطف الطلبة، ونحن ذاته ما كنا طلبة، كنا طلبة واشتغلنا طلبة برضه، واي شيء بنات المطاف يا اخي، الصوفية ديل يا اخي افسدوا البلاد والعباد يا اخي، يا اخي مرة يسففوها التراب يا اخي، راجل يسففوه التراب، طفل ينسف التراب يقول له ايدعوا ابوه،
الطفل يكبر يلقى أبوه بسيف في التراب. الجبال قال لا يدعو، لأن عقائد صوفية أخي، بلاوي في البلد دي أخي، جنى الصوفية يقولوا بندي جنى. برضو قال من ضمن الأشياء، قال يقول لك الصوفية والشرك، وما الصوفية جوب الشرك، هاي بنمشي عشان نختم إن شاء الله. قال الصوفية والشرك، الصوفية ما جوب الشرك يا جماعة، البدي الجنى منه كذيتوا يا طلب، البدي الجنى منه، مش الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الصوفية قالوا، البرعي قال في كتاب علام الطريق، قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. دي مع عقائد باطلة وكفرية وشركية. الله جل وعلا قال في القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى الذي يدعو غير الله مشركا، وسمى دعاء غير الله شركا، وحكم عليه بأنه شرك. بعد البرع يقول إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. طيب مشى قدام، قال ده منتوج كفار، ويتو تجي تضعنوا في الكفار. الكفار ما طعن فيهم عشان صنعوا كاميرا، ولا طعن فيهم عشان صنعوا عربية. في زول لسه قال كفار ذا الكعبين عشان صنعوا عربية؟ انت ولد بتلبس مالك، بتدلس مالك، انت ما فاهم. انت كذا قول قح، كذا قول قح براحة، قول قح والجنبك اللي شمه. انت يا ود، في زول طعن يا جماعة في الكفار عشان صنعوا عربية؟ طعن في الكفار لأنهم كفروا بالله تعالى، لأن الكفار أساءوا إلى الله جل وعلا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. نحن نضعن في الكفار لأنهم وقعوا في الكفر، ولأنهم دعوا للكفر، ولأنهم حاربوا الإسلام والمسلمين. ما نضعن فيهم عشان شنو؟ عشان صنعوا لنا عربية، ولا صنعوا لنا إبرة قدوة، ولا زرارة، ولا كذا. ما تلبس الحق بالباطل. طيب ماشى قدام، قال امثالكم متطرفة وكذي وسلفية جامعية، ودي اخونا شاب رد على، نحن ما متطرفين، نحن جايين في النزعة دي، ما في الطرف نحن. قالوا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ده طريق الله في النزعة دي، ولا تتبعوا السبل هذه بالطرف، وما في تطرف. وان قصدك بالتطرف التشدد، ما متشددين نحن. وين التشدد؟ انا داير اعرف التشدد وين. وفي ناس من اخواننا مزودين في الشعر مظريفين، ما في شيء، لابسين عين داس يا اخونا شراب، ومع البنطلون مطقم، امور واضحه. تجي تقول لهم متشددين ومتطرفين، وديل التكفيريون يا اخ، والسروريه والناس المتشددين والناس الكذا. نحن لو لبسنا شوال بتاع خيش ورشيراو متشددين، لابسين زيك انت، هسه فرقك مننا شنو؟ نحن لبسنا واسع ظريف، وانت مضيقه على نفسك في الدين وفي الدنيا، ما في شيء، لا قلم ونكتب واي شيء. في واحدين دكاتره، واحدين معانا بتاع الانجليزي، وبكر ده كان جا كان قال لك كلام لا فهمنا نحن لا فهمته انت، لكن في نات المضى. وعندنا اخونا اسمه عبد الباقي برضه صيني، بيتكلم بجغمسه برضه كذي، لم نفهم نحن لا هو، يمكن ابو بكر ذاته ما يفهم معه. كل الشغله دي ماشيه، وعاديين وظريفين جدا والله الذي لا اله غيره، شغالين في السوق وناس عاديين كذا، والناسين ما تشوفنا كذي، والناسين. بس الشغله دي حرام، كان حلال كان والله ما نخلي لك بيت في البلد دي. جد بنمسكن برانك، تجي انت داخل يقول لك البنطلون انا معودقن، لكن حرام. كان عندنا شغل هنا دي خطر مره واحده، لكن حرام. فهمت الكلام؟ ما في تشدد، افهم الك. طيب مشى قدام، قال ما عندك محور وتنطق منه وكذا، وانت عندك محور؟ انت دخلتها بالبنطلون القصير، مرقتها في منتوج بشري، جبتها بغادي في متشددين، مرقتها بجاي في صوفيه، جبتها بجاي في طلبه، وانت ذات محورك شنو؟ انت هسه يا شباب فهمتم انه محور؟ كلامنا هذا فهمتم محور ولا ما محور؟ نحن موضوعنا التوحيد، وابعدوا من الشرك، اتبعوا السنه وابعدوا من البدعه، اخذوا الشيوعيين كعبين، وابقوا مع الاسلاميين الحق مش الاخوان المسلمين. ده موضوعنا، مو محور ولا ما محور؟ ظريف، الطلبه ديل قاعدين من قبل حاضرين لنا. هسه انت بكره سوي ركن كان يحضروا لك زي ديل، لانه ما عندك محور يا اخي،
إلا تراه كلامك المهطرق ده ساي ما فيه فايدة. طيب آخر نقطة نختم بها، قال إنتوا قلتوا يعني إنتوا بزعل الحق والباقين كلهم في جهنم، ما فزول كلام، قال قبل الكلام ده ذكرناه وأسي ذكرناه قبل شوية وأسي بنقول لك نحن كأشخاص فلان وفلان وفلان ما معروف نخش الجنة ولا النار، دي بيعلم بها الله بس سبحانه وتعالى، ويمكن إنت تتوب تبقى سلفي تخش الجنة، ونحن نقلب نبقى لافين زيك كذي نلخبطها بغادي ما معروف بعدين شغلتنا كيف هاي، لكن الجنة والنار دي ما حقتنا، الجنة والنار دي بيد الله سبحانه وتعالى، لكن المنهج اللي بنقوله لك ده حق ولا ما حق. واخونا شهاب قرر الطلبة قالون يا طلبة الكتاب والسنة بفهم الصحابة ده حق ولا باطل، طلبة ديل شت قالوا حق. طيب الله قال فماذا بعد الحق إلا شنو إلا الضلال، ده منهجنا كذا، انت داير الحق كم واحد، انت لو الحق كم واحد بيفهمك ده ذاته، انت شايف نفسك حق ما تشوفنا نحن حق، انت جاي تنتقدنا ليه وكذا وكذا وكذا، والكلام يطول. واخونا شهاب جزاه الله خير ما قصر فصل وبين، والصلاة جات ونحن أطلنا على الناس، نكتفي بهذا القدر، وإذا مد الله في الأجال متى ما جو صوفية، إذا في صوفية جو في البلد دي ولا شيوعيين بعد يمشوا هو شي وجعون ولو الناس الجو إتو لبتو ما تلمدوا تاني، إذا جو أي حزب من الأحزاب أدوا أخواننا ذي التلفونات إن شاء الله بنجي، إن شاء الله عندنا ناس الدعم السريع برضو في الشغلة دي وكلهم بنجي ننظف البلد دي ونبقى مارقين. جزاكم الله خيرا، ونشكر جميع الطلبة على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم.